والله بغيت نصيفط لكم الصوره ديالو الفيديو ديال طريقه الخياطه ديالو جواها غادي تلبس يعني راه خدمتو البنيه عندها 10 سنين في الصاله راه عندنا الدرس ديالو في الصاله ديالو الشكل ديال الكول هو هذا اللي كنهضر عليه يعني الكول خارج تيولي كل شهر الصديفات باقي ما كملناهمش يعني باقا نديرو ليه الصديفات كروازين هكذا دوب البوطوناج غيكونو 6 ديال الصديفات حدانا وحدانا حدانا وحدانا حدانا وحدانا نقدر نزيد 8 على حسب الموديل ديك الساعة كنشوف الصديفات الكول غيبقى بهذا الشكل هذا ممكن تقلبو من وراها يعني يولي طايح في الدار بهذا الشكل لي بوش راه تخدمو بوش باسبوا لي راه عندكم الفيديو ديالهم الكول الاصل ديالو هو هذا يعني هالكول الى سدينا الصداف هاد الكول هذا خصو يخرج من المكان ديالو اللي خدمنا عليه و تيبقى بهذا الشكل بالنسبة للكابي يعني البنيوتات إلا بغاو يسخنو تا هما على راحتهم توب راه كيف قلت تقريبا متر وربع راه كافي لهاد القياس ديال 60 سنتيم في الطول ربع متر ديال هاد التوب هذا في اللون اللي زوقت به الاسم ديال التوب توب ديال البولير توب سخون يعني ممكن يتخدم في اي نوع توب سخون غير ما يكونش واقف بزاف وهذا هو الشكل ديالو الكميمات راه طرواكار يعني الكتاف ديال البنيه راه ما هادو والكمام راه طرواكار تقدروا تزيدوا نتوما باندات الا بغيتوا تكبروا الطول ديال الكمام تقدروا تحسبوا الكمام ديرهم طوال وتخدموا عليهم بهذا الشكل هذا بالصحه والراحه ونتمنى الفيديو يكون مفهوم واضح وتسناو الفيديو ديال طريقة الخياطة راه طريقة الفصالة راه ديجا كاينة بالصحة والراحة